الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية ضروري نوجه تهنئة وحنا على مشارف عيد الفطر، تهنئة الأمة الإسلامية قاطبة، الشعب المغربي خاصة على رأسها صاحب الجلالة الله يسره. وما تفوتنيش أنني نوه كذلك مشروع الحماية الاجتماعية اللي طلق صاحب الجلالة الله يسره، دائما الالتفاتة ديال الشعب المغربي، وتهنئة خاصة كذلك باستمرار عملية تلقيح بلادنا، فهنيئا بلادنا اللي ولات رائدة على الصعيد العالمي. كاين حوايج أخرى السيد الرئيس، عندنا واحد الحالة وفاة ديال الوالد ديال واحد العضو ديالنا مع الأسف، ما تقراتش الفاتحة كما صارت العادة في المجلس مع الأسف، الله يرحم جميع أمة المسلمين في هاد العواشر. كاين حوايج أخرى، أولا كاين تقدم بالنسبة للمجلس، والحمد لله واخا هي الولاية سالات، هذه آخر دورة في عمر المجلس، وأخيرا جاتنا الكونفوكاسيون يعني في العشر أيام اللي كيحث عليها القانون، والوثائق وصلتنا 48 يعني يومين قبل الدورة، يعني هذا تقدم الحمد لله. داك الغوات وداك الصداع اللي كنا نهضروا على تطبيق القانون أخيرا في ولاية عمر المجلس كتقاد. كاين الحويجة أخرى بالنسبة للنقطة ديال المفتشية العامة اللي ما شار لهاش التقرير، هذه نقطة مهمة جدا. عرفتوا شنو هو الوديت بالنسبة للإدارات والجماعات الترابية؟ راه المفتشية العامة ديال وزارة الداخلية هذه من أهم النقاط اللي كتشير لها في التقرير ديال المجلس. ما كاينش التقرير ديالها غادي يقولوا التقرير مازال ما صدرش، ولا كانت شي حاجة راه خصها، لأن المفتشية العامة ها المدة اللي كاينة وها اللي جلسات في المجلس وها المصالح اللي شافتهم، هذه الإشارة خصها ضروري تكون في الأخر، مع الأسف تغفلات ما عرفتش علاش. كاينة حوايج أخرى بالنسبة للنقاط وتأجيل النقاط، هذه من 2018 بالك وكيلا راه حنا وصلنا شي 15 ولا 16 نقطة للدرجات في جدول جداول الأعمال اللي دازوا من قبل وتأجلوا وما كيعاودوش يتبرمجوا، وهي غادية كاينو الصداع كتنضرب بينا البروفوكاسيون بين هذا مع هذا مع هذا، وكيتأجلوا النقاط وما كيعاودوش يتبرمجوا. من أهم النقاط اللي كانت مهمة جدا وكنت طرحت أنا بعض النقاط وطرحوها بعض الإخوان، وهذه آخر دورة في عمر المجلس، كان هذوك النقاط ضروري خصهم يكونوا، لان كانوا في دوره فبراير تاجلوا. ومين في السكنه فين وصل؟ حتى المجلس ساله، واش غتكون شي حاجه اخرى؟ حتى المجلس الاخر غادي نروبورتيو، نديرو الروبور، داكشي اللي بقى في هذا المجلس نروبورتيو على المجلس الاخر. السيد الرئيس بالنسبه لهذا المجلس، مين في السكنه فين هو غير المستفيدين والموظفين ديال الجماعه وزيد وزيد، والناس اللي مقصيين والناس اللي ما شملهمش الاحصاء وهذا وهذا. ملف ديال السوديه، الناس حكمات عليهم الافراغ، شنو المآل ديالو؟ والو. ملف النقل، وهذا حطيت انا نقطه رسميا، ما جاوبتوني علاش ما درجتوهاش، ومنين درجتيها اجلتيها في الدوره الاخرى وبقات مأجله لحد الساعه ما كايناش، ما عرفتش انا. النص الكبير ديال تمسنا كله كيعاني، لاباس هذه الجائحه راه وقيلات بالسلبيات ديالها كاين الايجابيات، لان لو كان كانوا وليداتنا كيقراو حضوري كان عندنا هضر جامعي بالجمله دار الدور، حنا كان وليداتنا كيقراو على الوالد ما كيديبلاصاوش. كاين نقطة أخرى بالنسبة لمآل الأشغال في العالم القروي، الكهرباء والبنية التحتية ديال الطرق والماء. أنا اللي شفت النقطة دابا الخزان ديال، واش العاد بانت لكم اليوم أن جماعة سيدي حية مساكن العالم القروي ما عندهمش الماء؟ حنا من 2018 حنا كنغوتوا على العالم القروي، وكل دورة كنصوتوا ما كان غير 100 مليون 170 120 180، فين مشى هادشي؟ وأنتم عاد ما كتأكدوا أن غديروا خزان الناس كتموت بالعطش، وحنات مني مرتبة ومسحت لي خلونتي بشريطية ديالنا عنا. تسالينا عاد بانت لينا دابا الماء الناس ما كاينش، وزيد وزيد وزيد. يعني هاد الدوره كتكون حصيله ديال المجلس بحال اللي داروا الجماعات اللي قريبنا كاملين، شنو دار هاد المجلس؟ وناقشوها بكل عقلانيه وبكل رويه بغض النظر عن توجه ولا عن خلاف ولا عن معارضه واغلبيه، كمجلس وكنخبه ديال سيدي حياة الزعيري عندها هم ديال هاد الساكنه، هم هاد المواطن اللي كيعاني. السيد الرئيس قلنا تكون عندنا حصيله، شنو درنا؟ إلا نجحنا نجحنا كاملين، ولا فشلنا فشلنا كاملين، باش نكونوا واضحين، راه الناس كتعاني في سيدي حيا وفي تمسنا في العالم القروي كلشي كيعاني. ما نتلفتوا شويه الناس، الله يرحم الوالدين ديال العواشر هذه، ما نبقاوش نضحكوا على بعضياتنا وننافقوا ونكذبوا على الناس، راه الواقع كيجسد هذا الشيء، راه باقي ما درنا والو، باش نكونوا واضحين. راه إذا كان شي أشغال وشي أوراش من طلقة، راه كراس السيد الوالد السيد العامل، راه ما عاملهاش مؤتمر ديفلوبمون. شكرا سيد الرئيس وشكرا للإخوان.